كما المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس قائلا إنها تشهد تراجعا كبيرا في ولاية ميشيغان المتأرجحة. وخلال تجمع انتخابي له في الولاية أفاد بأن الشرق الأوسط يغلي على صفيح ساخن، بينما هاريس منشغلة بحضور حفل غنائي وفق تعبيره. هاريس تشهد سقوطا حقيقيا وتراجعا في ولاية ميشيغان. الشرق الأوسط يغلي على صفيح ساخن، وهل تعلمون أين هي الآن؟ إسرائيل تهاجم إيران بينما هي منشغلة بحضور حفل بيونسي الغنائي، أما جو بايدن فهو نائم.